الربع الثاني. أحمد تابع دبل تيم محمود وليد. يا ولد يا ولد داخل كويس قوي لكن الباصه ما ياخدهاش رقم 7 نور الدين طارق. تنتقل للاتحاد السكندري بيخش رقم 7 وهو داخل كريم وليد ابو سريع بيرتكب معاه خطا. بيرتكب معاه خطا يسجل رمتين حرتين. رمتين حرتين لصالح نادي الاتحاد السكندري. نشوف الرمة الحرة الأولى. الرمة الحرة الثانية بيسجلها تصبح النتيجة 16-14 لصالح النادي الأهلي. في ترابات دفاع برافو عليك يا احمد محمد لعيب ذكي اول ما اتعمل عليه الدفاع المزدوج دوت خبط الكوره وطلعت اوت برجله. 16-14 يرجع تاني مؤمن طارق للملعب. مؤمن طارق خيري مؤمن بحاول يخش طلعها محمود وليد لمؤمن بتعمل لي دبل تيم بنزلها لاحمد. احمد داخل خايف لكن بيلعبوا وتحسب عليهم خطا ال 24 ثانيه. 24 ثانيه الكره لنادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري رقم 7 بيخش لكن ما بتوصلش لكن بيجيبها تاني وتطلع منه. احمد حسام الدين رقم 7 احمد حمدي في فاول. فاول على نادي الاتحاد السكندري. اوت من تحت السله هيطلعه احمد حمدي. احمد محمد يحيى لمحمود وليد يطلعها الكريم وليد ابو سريع شوف بثلاثه وبتوصل وبتسجل 19-14 احمد حسام. لا مش احمد حسام ده رقم 1 عمر محمد بيخش برافو يا ولد وبيشوط ما يجيبهاش يلمها كريم وليد ابو سريع. كريم وليد ابو سريع ماشي بيحاول يروح طلعها محمود وليد يلمها تاني وبيطلع لكن الحكم بيحتسب عليه خطا المشي بالكوره. اسال صالح نادي الاتحاد السكندري هيطلعها عمر محمد لاحمد حسام. عمر محمد معاك كوره الاهلي بيلعب دفاع 2-3. عمر محمد لاحمد حسام. عمر محمد بيشوط من بعيد ما تجيش الحكم بيحتسب خطا على رقم 7 في النادي الاهلي نور الدين طارق. اوت من الحد النهائي تطلع لاحمد حسام لكن ياخدها احمد برافو احمد محمد بيوصل يا ولد. الكره تتلخبط في ايديه معلش يا ابني معلش برافو يا احمد برافو يا نودو يا ميدو. تسعتاشر 14 لصالح النادي الاهلي واحنا في الربع الثاني. عمر محمد يدي لاحمد حسام. احمد حسام دوت من عيله برضو كلها لعيبه سله اخواته الاثنين البنات بيلعبوا في نادي سموحه مريم حسام رقم 10 رقم برافو عليك بيخش. آسر محمد لكن تروح احمد ثلاثيه ما بتوصلش
في خناقه كوره في الاخر بتوصل اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. احنا وصلت لنا اسماء لعيبه الاتحاد دلوقتي فبنحاول نركز معاهم. 7 دقايق ونص على نهايه الربع الثاني ولا زال الاهلي متقدم 19-14. احمد محمد يحيى لمحمود وليد بيخش برافو يا محمود. هايل يا ولد هايل يا ولد محمود وليد. 21-14 لصالح النادي الاهلي. عمر محمد مع الكوره توصل لاحمد حسام رقم 2 بيشوط ثلاثيه ما بتجيش. رقم 2 مروان طارق ترجع هجوم سريع النادي الاهلي. مؤمن طارق وهو داخل بيتعرض لخطا. يا مؤمن كان لازم تلعبها على الباسكت عشان تاخد شوتين. دلوقتي هتبقى اوت سايد لانك انت ما حاولتش على الباسكت. دي هتيجي بالخبرات. تغيير في نادي الاتحاد نازل رقم 13 عمر احمد حسن صاحب النادي الاهلي. احمد محمد يحيى هيرمي الاوت. نادي الاتحاد قلب مان تو مان. طلعها الرقم 7 نور الدين طارق. يلا يا نور لاحمد برافو عليك بيمو وداخل جامد. برافو يا احمد برافو عليك. هو داخل بياخد خطا شخصي يستوجب رمتين حرتين. خطا على اللاعب اسر محمد. مودي هيلعب رمتين حرتين ما بيسجلش لما الحره الاولى. نركز شويه يا اولاد الفاولات دي مهمه جدا. احمد يحيى واحمد محمد يحيى ما بيجيبش الثانيه لكن رقم 11 محمود وليد بيلمها ويطلعها. وحش قوي يا مؤمن قدامك دفاع بس بيجيبها. يا سلام عليك يا مؤمن يا طارق خيري بيجيب الصعب وبيضيع السهل. برافو عليك. قلت لكم الولد دوت من احسن لعيبه جيله. مؤمن طارق خيري. احمد حسام اتحاد. عمر محمد. احمد حسام قطع تحت الباسكت. برافو يا احمد لكن الحكم بيلغيها. فاول قبل المحاوله ولا حاسبها؟ حاسبها. لا انا مش معاك في دي. الكره لسه الافاول في الدريبل عشان كده احمد الجرح بيعترض لكن في الاخر الحكم صفاره الحكم هي اللي بتمشي. تغيير هيرجع دلوقتي علي وهيخرج محمود وليد. رميتين لاحمد حسام من نادي الاتحاد السكندري 24-16 لصالح النادي الاهلي. رميه اضافيه اسف. برافو يا احمد برافو يا احمد لعيب كويس. انا اعرفه من هو صغير كان طالع بصوره جيده جدا وفعلا تقدم جدا. احمد حسام 24-17 لصالح النادي الاهلي. مؤمن طارق لنور بينزلها لعلي. برافو يا علي برافو يا علي. هايل لعيب جامد جدا يا جماعه الولد ده ما شاء الله عليه. 26-17 وفاضل 6 دقايق على نهايه الربع الثاني. كوره دلوقتي لنادي الاتحاد السكندري لعمر. عمر بتعمل له سكرين او ساتر في داخله كويسه جدا ما بيوصلهاش. لمها كريم وليده بصريع لاحمد. احمد محمد لمؤمن طارق. مؤمن طارق حلوه يا مؤمن بس كويس. اطلع يا ولد يا ولد يا ولد. نور الدين متاخر وعمل تمويه كويس لكن بيسجل. تصبح النتيجة 28-17 لصالح النادي الأهلي. عمر عمر لسه الكورة مع عمر بيشوط من بعيد قوي وبيسجل. برافو يا عمر برافو. واضح إن هو واثق في نفسه جدا. 28-20 لصالح النادي الأهلي. أحمد أحمد قطع وراح على كريم. كريم وليد في تغيير نازل رقم 9 جاسر ورقم 99 محمد علي. لكن هشام سعيد بيعمل تغييرات كتير عشان يدفي حيويه على الجيم. كريم وليد ابو سريع. مؤمن طارق هارد لك. يبقى رقم 13 محمد احمد
يطلعها لعمر. يا واد يا عمر، برافو يا عمر، عمر ده لعيب كويس برضه قوي. خطا على عمر، لسه بشكر فيه، صانع العاب نادي الاتحاد، لعيب جيد جدا، واضح ان هو ثقته في نفسه عاليه. برافو، لعيب جيد جدا. خطا لصالح النادي الاهلي. احمد مؤمن طريق خيري، نادي الاتحاد قلب دفاع مان تو مان او راجل لراجل. مؤمن، مؤمن صعبه يا مؤمن قوي، صعبه لعمر، عمر محمد حامد لرقم 9 مروان، لأحمد حسام. في خطأ، فاول على نور، على نور الدين طارق. اوتسايد، النادي الاهلي لما ارتكب اربع اخطاء لسه. الحكم بيطلب من المساعدين ان هم يقعدوا، المفروض ان حكم مدرب بس واحد الواقف اللي هو المدير الفني. اوتسايد لصالح نادي الاتحاد، هيطلعها عمر. عمر محمد جابر. ده عمر محمد جابر ابن الكابتن محمد جابر المدرب القدير في نادي الاتحاد السكندري، ولا طلع الاوت. طلعها الرقم 9 جاسر، بيخش جاسر، نزل رقم 99 لعمر احمد، بيطلعها لعمر جابر. يا ولد، تكنيكال فاول على بيحسب الرميه الثلاثيه، يبقى 28-23، وفي اعتراض من جانب الجهاز الفني للنادي الاهلي، الحكم بيحتسب عليه خطا فني على الجهاز المعاون. خطا فني على الجهاز المعاون. لسه في مداولات. خلاص يا كابتن ماجد، حكم مش هيرجع في صفارته، هو طبعا بيتفاهم معاه ان هم كانوا فرقه النادي الاهلي بتطلب ان قبل الشوط ان 24 ثانيه انتهت، لكن المحكم بيقول لا. رميه الخطا الفني على النادي الاهلي، عمر جابر بيسجلها. برافو يا عمر، لعيب جيد جدا. 28-24، كان زمان الخطا الفني دوت بيبقى رميه وحيازه، لكن دلوقتي في تعديل القانون بيبقى رميه واحده بس والكره بتستكمل على ما كانت عليه، يعني دلوقتي كانت الكره في صالح النادي الاهلي فخدها النادي الاهلي. نادي الاتحاد بيرجع ثاني زون 2-3. احمد محمد، احمد محمد النادي الاهلي، ما اعرفش تهزت ليه. مؤمن طارق، مؤمن طارق يا ولد بيغير اتجاهاته، لكن بيعمل خطا ماشي بالكره. ما تصممش يا مؤمن، ما تصممش، العب السهل عشان الكره تمشي. 28-24، فاضل 3 دقايق و52 ثانيه على نهايه الربع الثاني. زي ما قلت لكم الفرقتين جيدين جدا، الفرقتين لم يهزموا هذا الموسم، عشان كده الماتش هيبقى قوي جدا. عمر محمد جابر بيقف لكن ما بيجيبهاش، يلمها رقم 99 محمد علي لاحمد حسام. احمد حسام يشوط بثلاثه، ما بتجيش، يرجع يلمها عمر جابر. عمر جابر يشوط بثلاثه، يلمها علي، 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 علي لمؤمن، مؤمن طارق خيري بيسجل من هجوم سريع ممتاز، وبيحصل على خطأ من محمد جابر، يستوجب رميه اضافيه. النتيجه تصبح 30-24. تايم اوت دلوقتي، وقت مستقطع لصالح كابتن هشام سعيد جمايل، وفي رميه اضافيه. مباراه حماسيه، وزي ما قلت لكم المباراتين النهارده وبكره ما تعرفش مين اللي هيكسب، اللي موفقه ربنا واللي مركز اكتر هو اللي هيكسب، لان الفرقتين مستواهم عالي، الفرقتين لم يهزموا، الفرقتين معاهم اثنين مدربين على مستوى عالي جدا جدا جدا، سواء كابتن احمد الجرحي ولا كابتن سعيد الجميل. وزي ما احنا شايفين ادي الكابتن احمد الجرحي بيشرح لعيبته، والكابتن طاهر محمد طاهر رجب مدير قطاع الناشئين هو اللي قاعد بالترينج الرمادي ده، اتمنى له الشفاء العاجل للكابتن طاهر ان شاء الله، ومش قادر يقوم عشان جات له اصابه كده في رجليه، ان شاء الله تبقى بسيطه.
احمد الجرحي بيحمس لعيبته، الناحيه الثانيه برده محمد هشام سعيد جميل بيحمس لعيبته. 30-24 زي ما قلت لكم نظام البطوله المرتبط، ان المباراه الصغيرين المباراه الفايز بياخد نقطتين والمهزوم بياخد نقطه، اما مباراه الكبار فالفايز بياخد 3 نقط والمهزوم بياخد نقطه. علشان كده مهم جدا جدا ان فريق الدرجه الاولى على الاقل لو فريق المرتبط كسب مباراتين لازم يكسب مباراه. لو حصل تعادل ان في فرقه كسبت مرتبط وكبير وفرقه ثانيه كسبت مرتبط وكبير ثاني يوم، كان الاول بياخدوا نسبه الاصابات او نسبه السكور في او السكور بتاع مباراه الدرجه الاولى. لكن في الفاينل النهارده لو حصل تعادل ان فرقه كسبت جيم صغير وجيم كبير والفرقه الثانيه كسبت جيم صغير وجيم كبير، هيحدث مباراه فاصله يوم الاربعاء ان شاء الله بين الفريقين الكبار. نرجع للمباراه، مؤمن طارق خيري رميه اضافيه والنتيجه 30-24 لصالح النادي الاهلي. يلا يا مؤمن ركز، بيسجل مؤمن، برافو يا مؤمن. 31-24 احمد حسام تطلع الرقم 13. في تصويبه ثاني يبقى ثلاثيه 31-27 مؤمن طارق. علي بيعمل سكرين، طلع كريم وليد ابو سريع. علي بيدور على مؤمن بيحاول يلعب واحد على واحد، طلع كريم وليد ابو سريع بيشوط بثلاثه ما تجيش المره دي. سلمها نور، طلع على احمد، وحشه قوي يا احمد ديت، يراها احمد محمد جابر ويخش. برافو يا احمد يا محمد يا جابر ويسجل، يبقى 31-29. وفي الوقت ده احمد الجرحي بيطلب تايم اوت عشان يعدي اللي حاصل. فريق نادي الاتحاد راجع من 28-20 28-17 لغايه النادي الاهلي ما سجلش، عمل 7 نقط متتاليه نادي الاتحاد السكندري. تسمع النتيجه 31-29 31-29 وبعد دقيقتين و 33 ثانيه دي المسابقه الاولى مسابقات الاتحاد المصري لكره السله بدور المرتبط، هيليه دوري السوبر وكاس مصر. في نفس الوقت النادي الاهلي وصل للدور الثاني في بطوله افريقيا للانديه، وان شاء الله القرعه بتاعتها اول شهر يناير هنعرف هنلعب مع مين وفين. في نفس الوقت نادي سموحه برضو وصل للدور التالي من بطوله افريقيا للانديه. الموسم ده قوي جدا جدا، كل الانديه دعمت وكل الانديه اصبح فيه 6 أو 8 فرق في دوري الدرجه الاولى، ممكن اي حد يكسب اي حد مع عوده اللعيب المحترف. فالموسم السنه دي في كره السله موسم اكثر من رائع، المتابعين ليه هيعرفوا انه اكثر من رائع لان في 7 أو 8 فرق ممكن اي حد يكسب اي حد. نرجع للمباراه 31-24 أو 31-29 آسف 31-29 متأسف. فاضل دقيقتين ونص، نادي الاتحاد السكندري بيلعب دفاع ضاغط بطول الملعب عشان يحاول يقطع الكورة أو يعمل تأخير للهجمة، وفعلا في دبل تيم اهوت، لكن أحمد بيعدي أحمد يحيى. في خطأ طبعا، في خطأ، حكم بيصفر خطأ على أحمد محمد جابر. يا ترى في 4 فاول اكتر؟ ايوه، النادي الاتحاد ارتكب اكتر من 4 فاولات، عشان كده احمد هيشوط شوطين. ركز، شوطين لمودي احمد محمد زي ما قلت لكم. احمد اخد نجمه كبيره، نجمه النادي الاهلي ونجمه النادي السيد السابقه ثريا محمد، اللي هو الاثنين جم خلال فتره الصيف اللي فات للنادي الاهلي بدأ رمي الحره الاولى وبدأ رمي الحره الثانيه. يا احمد لازم نركز، برافو عليك، بيعمل ستيل لكن بتروح للنادي الاتحاد السكندري رقم 13 وطلعها ل 99
13 بيشوط ثلاثيه نجيبها ثلاثيه يبقى نتقدم نادي الاتحاد 32-31. تاني مره يتقدم نادي الاتحاد. مؤمن طارق، مؤمن طارق لنون، نون بيحاول يلعب لكن في دفاع جيد نادي الاتحاد. احمد حسام، احمد حسام بيوصل والحكم بيحتسب خطا هجومي على احمد حسام. دفاع جيد جدا من نور على احمد حسام، يبقى خطا مهاجم، خطا مهاجم لصالح النادي الاهلي. 32-31 لصالح نادي الاتحاد السكندري. مؤمن طارق، مؤمن طارق خيري. الاتحاد السكندري بيلعب دفاع منطقه 2-3. كريم وليد ابو سريع لاحمد محمد لعلي، علي لا احمد حاول يخش يطلع لمؤمن. يلا يا مؤمن ركز، هارد لك ما بتجيبهاش. لكن وليد يا ولد يا ولد يا ولد، كريم وليد ابو سريع بيعمل ريباوند اكثر من رائع لتصبح النتيجه 33-32 لصالح النادي الاهلي. الماتش حلو، فاضل دقيقه ونص على نهايه الربع الثاني. احمد حسام، احمد حسام الدقيقه رقم 99 طلعها تاني رقم 9. برافو برافو جاسر، بيخش بطريقه جيده. 34-33 جاسر ايهاب بيخش سلم جيد ومسجل، ماتش رائع. كريم وليد، مؤمن طارق لعادل لكريم وليد ابو سريع، ما بيجيش. يلمها مين؟ يلمها احمد حسام، احمد حسام، احمد حسام طلعها لجاسر لعمر محمد جابر من بعيد قصيره، المره دي تبقى اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 42 ثانيه على نهايه الربع الثاني والتعادل 33-33. يبقى اللي احنا حسبناها ب 3 بونت كانت ب 2 بونت بس، يبقى 33-33. اصلا في دفاع ضغط برضه النادي الاتحاد السكندري، فريق الاهلي ما تعرفش تطلع. توصل رقم 13، اسف رقم 11 محمود وليد اللي لسه نازل مكان كريم. مؤمن طارق، يلا يا مودي واحده بثلاثه. ايوه احمد محمد يحيى، واحده بثلاثه. 36-33 لصالح النادي الاهلي. مباراه جيده جدا يا جماعه من الفرقتين، فرقتين على مستوى عالي. جاسر، جاسر احمد حسام بيقطع. برافو يا احمد يا حسام، هارد لاك ما بيجيبهاش، بيلمها لسه كره في الملعب حائله. محمد جابر، عمر محمد جابر، لكن في خطر. ينتهي الربع الثاني من المباراه بتقدم النادي الاهلي 36-33 في المباراه الاولى من نهائي دوري الملتقى بين الاتحاد السكندري والاهلي. استراحه قليله او قصيره ونعود لسيادات مره اخرى. المباراه الاولى في نهائي دوري المرتبط بين فريقي النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري تحت 16 سنه. انتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 36-33. المباراه كانت رائعه في الشوط الاول، نرجو ان يستمر هذا الاداء الجيد من الفريقين في الشوط الثاني. عمر محمد جابر 3 بونت ما بتجيش، يلمها محمد علي، يطلع لاحمد حسام. احمد حسام بيدافع عليه، بيدافع عليه وليد ابو سريع، بيخش احمد سلام يلمها محمد علي، طلعها تاني تتقطع. مؤمن طارق، احمد محمد، احمد احمد بيسجل، برافو عليك. 38-33 لصالح النادي الاهلي، هجوم سريع. احمد علي بيسجل وبيحصل على رميه اضافيه خطا من علي. محمد علي عبد المنعم بيسجل، تبقى نتيجة 38-35 ويحصل على رمية إضافية نتيجة الخطأ من اللاعب علي أحمد من النادي الأهلي رقم 0. رمية إضافية لمحمد علي، محمد علي عبد المنعم شوت ما بيسجلش، بيلمها نادي الاتحاد تاني. أحمد محمد جابر بيعمل سبين كويس، موف رب عليك هارد لاك، بيلم الجهاز، بيلمها نور، آسف محمود وليد، محمود وليد، محمود وليد يطلع لكريم وليد ابو سريع، بيخش ما بيسجلش، لما محمد علي، عمر محمد جابر،
رقم 13 عمر احمد، احمد حسام، احمد حسام توصل له في الاخر، بيرفع الباص مش واخد بالها محمد علي باله، وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. كابتن هشام سعيد جميل بيوجهه كده. المباراه كانت رائعه في الشوط الاولاني، اثنين مدربين ادراء بشكل جيد، النجم احمد الجرحي في النادي الاهلي والكابتن هشام سعيد جميل في نادي الاتحاد السكندري. زي ما قلت لكم قبل كده المباراه ديت قويه جدا ومحدش يتنبأ بنتيجتها، لان الفرقتين لم يهزموا هذا الموسم ودول اول مره يتلاقوا مع بعضهم. في دفاع ضاغط بطول الملعب، تطلع لعلي احمد يحطها وحش قوي من غير ما يبص المؤمن طارق خيري. مؤمن طارق لازم يعدي قبل الثمان ثواني، بيعدي وبيوصل. يا طارق يا مؤمن انت كنت جوه، بيطلعها 3 بوينت ما توصلش من محمود وليد. خلاص النادي الاهلي، محمود وليد، مؤمن طارق، احمد محمد وعلي احمد في الملعب. النادي الاهلي كمان بيدافع بدفاع ضاغط. 38 35 في بدايه الربع الثالث. احمد حسام حاول يعدي، طلعها لعمر، لعمر احمد، لمحمد علي، سياره يلمها مؤمن طارق خيري. حلو الهجوم السريع ده اغوت من كريم وليد ابو سريع لاحمد محمد، بيسجل، تسمح النتيجه 40 35 لصالح النادي الاهلي. احمد حسام، النادي الاهلي بيلعب دفاع مان تو مان. عمر محمد جابر بيحاول يوصل، يدخلها محمد علي. علي احمد بيعمل عليه دفاع جيد، تطلع لاحمد حسام، 5 ثواني على الهجمه. برافو عليك، رقم 6 عمر احمد يسجل، تبقى النتيجه 40 37. مودي، احمد محمد، مؤمن طارق خيري لعلي، لاحمد، لعلي، حاول يخش علي. برافو عليك يا علي، وبيوصل وبيسجل وبيحصل على رميه هدفيه يا ولد يا علي. 42 37 لصالح النادي الاهلي، ورمية هدفية لعلي احمد. الولد ده يا جماعة انا يعني بتنبئ له بمستقبل كبير، لاعب ارتكاز هايل. دلوقتي بيخرج مودي، بينزل رقم 8 سيف الدين وائل، بيخرج احمد محمد لاعب الشوطين الاولانيين مجهد، فبيريحوا كابتن احمد الجرحي. علي، يلا علي، ركز سيارة يا علي، لكن بيجيبها، لا ما بيجيبهاش، خد احمد حسام. عمر محمد جابر ده بيلعب دفاع. برافو يا عمر، الولد ده هايل بيغير كتير. احمد حسام ما بيجيبهاش، محمود وليد برافو لسيف، بس ما بيجيبهاش، يلمها. برافو يا كريم وليد ابو سريع بيعمل ريباوند، يحصل على خطأ. سيف الدين وائل السعيد زعلان من نفسه انه جاله السلم. احمد الجرحي بيهديه، برافو يا احمد الجرحي. لمتين لكريم وليد ابو سريع. كريم، ركزوا يا اولاد شويه، المهم قوي الفاولات ديت، ما بيسجلش الرميه الحره الاولى، الرميه الحره الثانيه. كريم وليد ابو سريع بيسجل، برافو يا كريم. 43 37 برافو. النادي الاتحاد بيطلع الكورة، رقم 9 جاسر إيهاب رجعها لعمر محمد جابر. النادي الأهلي بيلعب مان تو مان، بيحاول يلعب واحد على واحد. عمر محمد جابر، برافو يا ولد، هارد لك. يلمها محمود وليد، مؤمن طارق خيري لكريم. يا ابو كريم بيحصل على خطا من رقم 13 عمر احمد، في هجوم سريع ممتاز، مؤمن طارق بيقوده وبيعمل اسيست لوليد كريم ابو سريع اللي بيخش وهو داخل، بيعوقه رقم 13 عمر احمد. خطا يستوجب رميتين حرتين. ركز يا عمر، زي ما قلت لكم عمر ابن الكابتن وليد ابو سريع وعمه الكابتن هشام ابو سريع، نجوم كره السله في نادي الزمالك، لكن هو بقى في النادي الاهلي دلوقتي.
رميتين حرتين. كريم، يلا كريم ركز. سيارة ما جبش لما الحرة الأولى. 43-37 لصالح النادي الأهلي، وفاضل 6 دقايق و40 ثانية على نهاية الربع الثالث. كريم بيسجل رمي الحرة الثانية، برافو. 44-37، برافو يا وليد. جاسر، جاسر بيخش بيدافع عليه كريم كويس. أحمد حسام، برافو 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 برافو. هجمة جيدة جدا لنادي الاتحاد، بيسجل نقطتين. 44-39 لصالح النادي الأهلي. دفاع منطقة من نادي سبورت، من نادي الاتحاد. سيف لكريم، برافو يا كريم، بيدي لعلي. برافو يا علي، يا علي حط الباسكت سهلة. لنادي الاتحاد محمد جابر، محمد جابر، عمر محمد جابر، يجي رقم 9 جاسر ايهاب، ما يجيبهاش، يلمها محمود وليد لسيف. برافو يا سيف، لم يا برافو يا حكم، برافو يا حكم. خطأ ان سبورتس لايك مان، لان هو كان منفرد واعاقه اللاعب من خلف، فده رميتين حرتين لسيف، والاهلي هيحصل على حيازم من نصف الملعب. هجوم سريع ما بيطبقه النادي الاهلي بطريقه جيده، بيبقى سهل جدا يوصل في بطء في الرجوع من نادي الاتحاد السكندري. سيف الدين وائل السعيد، عمه يبقى الكابتن هيثم السعيد، نجمنا ولاعب النادي الاهلي السابق. داس على الخط، الحكم ممكن يلغيها له، حد ينبهه، ما بيجيبش لما الحره الاولى. سيف والرمي الحره الثانيه، سيف، برافو يا سيف، بيسجل الرمي الحره الثانيه، ويبقى 45-39. ودلوقتي الحيازه للنادي الاهلي، حيازه للنادي الاهلي. مين هيطلع الكره؟ يلا يا اولاد، علي اللي هيطلعها لمؤمن. لسه نادي الاتحاد بيلعب زون 2-3، او دفاع منطقه 2-3، لسيف، كريم وليد، لمحمود وليد، مستعجل فيها بس بيلمها تاني. برافو يا محمود، الولد هايل والله، بيشوط الكره ويرمها ويسجل، تبقى 47-39 لصالح النادي الاهلي. جاسر ايهاب، برافو يا علي، برافو يا علي، لكن جاسر بياخدها، ياخدها تاني. كريم وليد ابو سريع، مستعجلين مستعجلين مستعجلين، تتقطع تاني وترجع محمود جابر، عمر محمود جابر، ما بيجيبهاش. كريم وليد ابو سريع، مؤمن طارق خيري، سيف، برافو يا سيف، علي، يا سلام يا علي، هارد لك يا علي، بيعمل ريباوند وكرة بتلف وتطلع. خطأ على رقم 15، لمتين حرتين لعلي. في تغيير في نادي الاتحاد السكندري، راجع على رقم 99 محمد علي، وخارج رقم 9 جاسر ايهاب. يلا يا علي، احمد الجارح بيقول سيب ايدك ورا الكوره شويه يا علي، عشان انت نسبتك قليله في الفاول شوتينج. 47-39، يلا يا علي، زق شويه يا علي، معلش رجال اللمه الحره الاولى، بس ده ما يمنعش انه لعيب كويس قوي يا جماعه علي دوت. علي احمد، انتظروه علي، وبيسجل لما الحره الثانيه، برافو علي. 48-39، تغيير ثاني، طالع عمر احمد، عمر محمد جابر، ونزل احمد حسام. النادي الاهلي بيحاول يعزل البلاي ميكر زي ما احنا شايفين كده. احمد حسام بيلعب معاه سيف، سيف السعيد، احمد حسام، احمد حسام لاسر محمد، اسر محمد، اسر محمد، لكن علي بيدافع بطريقه كويسه جدا. لا لا ما فيهاش حاجه، حكم هو حكم حسب خطا دبل دريبل او لعب الكره مرتين، هو ما استحوذش عليها، بس خلاص قرار الحكم يحترم. 48-39 لصالح النادي الاهلي. اسر محمد لاحمد حسام، احمد حسام، برافو يا احمد، بيخش ما بيسجلهاش، يلمها كريم، مؤمن طارق، سريع اللعب لسيف، فاول فاول فاول، برافو سيف، بيجري في الفاست بريك او في الهجوم السريع بطريقه جيده. ومؤمن طارق خيري ابن الوز عوام، طبعا ابوه كان بلاي ميكر رائع، وصار لعب رائع، شايف كويس وبيطلع الكوره، ولعيبه النادي الاهلي او الجهاز الاداري للنادي الاهلي بيطالب انه يبقى دوت خطا
سلوك غير رياضي، لكن الحكم بيقول له لا ده بيعمل له بلوك. شوتيلي سيف، سيف السعيد، احمد الجرحي بيهديه قبل الشوتين مهمين جدا. يلا يا سيف، 48 39 لصالح النادي الاهلي، يفرق كتير قوي الجيم دوت في بدايه الاربع ماتشات بتوع النهائي. سيف سياره، احمد جرح بيزقها قدام شويه ما تسيبهاش لفوق. برافو يا احمد. احمد جرح يا جماعه مدرب جيد جدا، يعني مستقبل النادي الاهلي في التدريب ان شاء الله. سيف سيف سياره برده بس تخش. 49 39 10 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. نادي الاتحاد السكندري بيهاجم. مروان طارق، احمد حسام، برافو يا احمد حسام بينزلها محمد علي. برافو، جود اسيست من احمد حسام، برافو عليك. محمد علي بيسجل. 49 41 مؤمن طارق، مؤمن طارق خيري، مؤمن طارق خيري بيهدي ملعبه. سكرين من علي، يا سلام، لكن رقم 2 مروان طارق بيقطعها، يبقى اوتسايد لصالح النادي الاهلي. هيطلعها مؤمن طارق خيري، وادي اولياء امور فريق النادي الاهلي بيشجعه بطريقه جيده. لسيف، سيف يلمها. برافو عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا محمود يا وليد، بيعمل ريباند رائع وعلي السكور 51 من 41. وزي ما انتم شايفين فاضل 4 دقايق على نهايه الربع الثالث. برافو يا اولاد. مروان طارق، عمر احمد، عمر احمد لعبد الرحمن، عبد الرحمن، برافو يا محمود يا وليد، بيقطعها هو والباسكت. روح من الجنب، روح من الجنب، برافو عليك. بيسجل الولد نور الدين طارق، اسف محمود وليد، بيقطع الكره ويروح يسجل. 53 41 لصالح النادي الاهلي. عبد الرحمن، عبد الرحمن سعيد من نادي الاتحاد. مروان طارق بيشوط ما بيجيبهاش، يلمها مؤمن بيهدي ملعبه. خلاص مفيش هجوم سريع. محمود وليد، يا سيف ما تستعجلش، يا سيف ما تستعجلش، معلش هارد لك، ارجع دافع. احمد الجرح بيقول للمؤمن طارق لازم تطلع شويه. يرجع تاني عمر محمد جابر، الفرقه اتاثرت بخروجه، السكور فتح من هو مش موجود، صار العاب الاساسي. عمر محمد جابر، عمر محمد جابر بيلعب عليه سيف، بيدافع كويس. برافو الدفاع، برافو الدفاع، يا سلام عليك يا كريم، لكن لسه كريم، برافو كريم وليد ابو سريع، بيعلي السكور ل 55 41، 55 41 لصالح النادي الاهلي. وادي شايفين اولياء امور النادي الاهلي والتشجيع الحماسي بتاعهم. طبعا ما عارفين ان الماتش ده يفرق معانا جدا، او يفرق مع النادي الاهلي في الحصول على بطوله الدوري المرتبط ان شاء الله. 55 41 لصالح النادي الاهلي. عمر محمد جابر، احمد حسام، اسيست كويس جدا لمحمد علي، بيخش بالعافيه، يبقى 55 43. هشام سعيد بيقول لهم اضغطوا شويه. هشام سعيد الجماعيل، مؤمن طارق، مؤمن طارق، فاضل دقيقتين ونص على النهايه. برافو يا ولد يا ولد يا ولد يا محمود يا وليد. 57 43. محمد جابر ثلاثيه ما بتجيش، لماها كريم وليد ابو سريع للنجم المتالق الشوط دوت. محمود فعلا فعلا ماشي بالكوره، معلش حسدتك ولا ايه؟ هايل يا ولد، هايل يا محمود يا وليد، رائع، بيدافع كويس، بيجري كويس، بيخلص كويس، ما شاء الله لعيب متكامل. احمد حسام، محمد علي رقم 13 بيقطع قدام محمود وليد وبيحصل على خطا. تعب محمود ولا ايه؟ رقم 13 عمر احمد، فعلا برافو عليك يا جرحي، شاف محمود وليد تعب فغيره على طول، ياخد نفسه ويرجع تاني. رميتين لصالح عمر احمد من نادي الاتحاد،
دقيقتين وخمس ثواني على نهايه الربع الثالث. بدايه رامي الحلة الاولى 57-43 لصالح النادي الاهلي. رامي الحلة الثانيه عمر احمد ما بيسجلهاش، جماعه علي، علي لاحمد محمد اللي لسه نازل، نهدي المؤمن طارق، المؤمن طارق، المؤمن طارق بيوصل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مؤمن طارق خايف، مهاره رائعه، سلم بتغيير الاتجاه بيوصل بين الباسكت ويعلي السكور ل 59-43 لصالح النادي الاهلي. قطع على كريم وليد ابو سريع في اندفاع زياده، زي ما انتم شايفين احمد الجرحي واقف كانه بيلعب معاهم دفاع. 59-43 وفائض دقيقه 38 ثانيه على نهايه الربع الثالث. محمد علي، محمد عمر، محمد جابر بيدافع عليه مودي، بيطلعها لمحمد علي مسافه متوسطه، مفيش حد بيلمها، ياخدها محمد علي تاني. فاول، فاول على سيف، فاول على سيف اوتسايد لصالح النادي الاتحاد السكندري. اوت من حد النهائي محمد علي، محمد علي لعمر احمد تحت الباسكت، حاول يخطفها كريم، في خطا ماشي بالكوره اعتقد، مش عايز يصفر حكم. ثلاث ثواني كمان، محمد علي بيشوط من المسافه المتوسطه. 59-45 لصالح النادي الاهلي. احمد محمد، مودي لسيف لطارق، باص يا احمد في، وبعدين وبعدين في الدلع ده يا احمد يا مودي، لازم نركز شويه. 10 ثواني على نهايه الهجمه، 51 ثانيه على نهايه الكوارتر. 59-45 لصالح النادي الاهلي. احمد يا ولد، احمد مودي، احمد محمد ثلاثيه 62-45 لصالح النادي الاهلي، وفاضل 40 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث. عاملين ربع رائع الربع دوت فرقه النادي الاهلي، بعد ما كان بادين الربع وفرق 3 نقاط بس، دلوقتي اصبح الفارق 17 نقطه، احنا كسبانين 14 بونت، وفي دخله كويسه واسيست رائع توصل رقم 13 عمر احمد بيسجل 62-47 14 ثانيه لعب الهجمه الاخيره، بس في دفاع ضاغط توصل لسيف، سيف اي كلام يا علي، ليه الفاول ده يا علي ملوش لازمه، فاول على علي، مش عارف النادي الاهلي عنده اربع فاولات ولا لسه، هنشوف. تو شوتس يبقى في اربع خطا على النادي الاهلي. 62-47 فاضل خمس ثواني على نهايه الكوارتر الثالث. محمد علي هيشوط رمتين حرتين. محمد علي بدأ رمي الحرة الأولى، الراوند ده مهم قوي عشان فاضل خمس ثواني يا ولاد. راوند مهم، أداء جيد من الفرقتين بس الأهلي تسيد هذا الربع. رمي الحرة الثانية بيسجلها 62-48 خمس ثواني، ثلاث ثواني، ثانيتين، بيوقف يشوط طارق خيري. اوه بيمارس هوايته مؤمن طارق خيري ويسجل رمية ثلاثية مع صافرة نهاية الكوارتر لتصبح النتيجة 65-48. مؤمن طارق خيري دايما بيعملها في المباريات ودي بتبقى حاجة جميلة جدا. 65-48 فارق 17 نقطة، يعني النادي الأهلي في الربع دوت كسبان فارق 14 نقطة بس في هذا الربع، لأن الهاف تايم كان خلص 36-33، وبهذا يعني أحمد الجرحي يكون قرا الفرقة اللي قدامه بين الشوطين وقال لهم على مواطن الضعف والقوة ونزلوا طبقوا الكلام بتاع أحمد الجرحي. أرجو إن يستمر هذا الكلام. أحمد محمد مودي ومؤمن طارق خيري وعلي وكريم وليد أبو سريع.
الجرحي مركز بيغير في اضيق الحدود، وده المطلوب جدا في المباريات ان هي زي ديت. احمد محمد، مؤمن طارق خيري، علي احمد في دفاع مزدوج، برافو يا علي، بينقلها للناحيه الثانيه. يا ولد يا ولد يا ولد، احمد محمد نودي بيخش ويعمل اسيست جميل لكريم وليد ابو سريع، رميتين حرتين لكريم، رميتين حرتين لكريم، كريم وليد ابو سريع. شوف الرمية الحرة الأولى، ما تجيش، مركز مركز كريم وليد ابو سريع، ما بيجيبهاش، والحكم بيحتسب خطأ على النادي الأهلي. أوسايد لصالح نادي الاتحاد. محمد جابر، عمر محمد جابر يحصل على خطأ من أحمد مودي. حاولوا يسرعوا اللعب لنادي الاتحاد علشان يعوضوا الفارق. 65 48 17 نقطة فارق، بس لسه بدري في كرة السلة يا جماعة. جاسر إيهاب لعمر أحمد، خطأ ماشي بالكرة طبعا. عمر أحمد خطأ على نادي الاتحاد السكندري. كريم وليد أبو سريع، أحمد محمد، مؤمن طارق لعلي، بيلف، برافو يا علي يا ولد، حط الباص لكن كريم بيجيبها تاني ويطلعها المؤمن. مؤمن طارق خيري 68 48 يرفع النتيجة ل 20 بونت فارق. برافو ولاد النادي الاهلي. رقم 9 بيشوف ثلاثية سيارة. جاسر إيهاب مستعجلين، حاسس بحالة من الانهيار النفسي عند فرقة نادي الاتحاد، لازم النادي الاهلي يستغلها، بيحاول يعوضها بالضغط بطول الملعب. احمد محمد، احمد محمد، مؤمن طارق لاحمد محمد، ايوه ناخد وقتنا. احمد محمد وحشه دي، يلمها عمر احمد لعمر محمد جابر. عمر يحصل على خطا من مؤمن طارق خيري، خطا لصالح نادي الاتحاد. 68 48 لصالح النادي الاهلي. جاسر ايهاب بيخش اي كلام، يلمها كريم لمؤمن، هجوم سريع، مودي كاونت سلة 72 48 فرق 22 نقطة. برافو برافو يا جرح انت ولادك، أداء مميز جدا جدا في الربع الثالث والرابع. محمد جابر يعمل اسيست لعمر تقع من ايديه. الولد ده لعيب كويس قوي يا جماعة، الولد ده لعيب كويس قوي، محمد عمر محمد جابر. 70 48 فاضل 8 دقايق ونص على نهاية. احمد محمد، مودي، مؤمن طارق خيري، علي علي، يا سلام يا علي يا علي، فينش يا علي بقى، انت بتروح لغايه الباسكت يا ابني، برافو عليك. المهم هاي هاي يا علي. محمد جابر، عمر محمد جابر، شوت بتاعته ممكن من بعيد، برافو يا علي. عمر محمد جابر 51 70 51 70 لصالح النادي الاهلي. طارق سن الدلع ابتدت في فرقه النادي الاهلي، لسه بدري على الكلام دوت. علي لسيف لمؤمن طارق خيري، كريم وليد ابو سريع لعلي. يا ولد جيف اند جو حلوه قوي يا اولاد، حطوا الباسكت. كريم بيلعبها سياره، فاول على النادي الاهلي. سن الدلع صغيره كده، 70 51 لصالح النادي الاهلي. تغيير لنادي الاتحاد، شاف نادي الاتحاد موجود في الملعب، عمر محمد جابر واحمد حسام وزياد طارق. عمر محمد جابر، عمر شد ثلاثة تاني ما تجيش، عمر احمد، برافو عليك. 70 53 لازم نشد حيلنا شويه.
احمد، احمد كريم لعلي، سيف سياره، هجمه سريعه النادي الاهلي. اعتقد احمد جرحي لازم ياخد تايم اوت يا جماعه. برافو يا احمد يا جرحي، وانا لسه بقول احمد جرحي لازم ياخد تايم اوت، بيطلب التايم اوت لان في سن الدلع بعد ما كان فارق 20 بونت في ثلاث اربع عجلات اللعيبه بتتدلع فيها، وصل السكور ل 15 بونت 70 55. احمد الجرحي بيحاول يوقف الكامباك علشان يفضل متحكم في نتيجه المباراه. برافو يا احمد يا جرحي، قلت لكم ده مدرب واعد وصاعد ومستقبل ان شاء الله التدريب في النادي الاهلي، مدرب جيد جدا 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 يا جماعه. طلع من حاله الكابو نادي الاتحاد، كان في حاله انهيار نفسي كده اهوت، لكن دلع لعيبه النادي الاهلي خلى لعيبه نادي الاتحاد تستعيد الصدوح مره اخرى، لانهم دفعوا ثلاث هجمات متتاليين بطريقه صوره جيده جدا، وعملوا 7-0 انذران كده، يعني هجموا ثلاث هجمات حطوا سكور والنادي الاهلي ما حطش. 70-55 المباراة الأولى من نهائي بطولة الدوري المرتبط لهذا الموسم بين الاتحاد السكندري والأهلي. أنا بقول برضه تاني المباراة الأولى، لأن هنلعب النهائي على يومين، النهارده الصغيرين والكبار هيلعبوا وبكرة الصغيرين والكبار هيلعبوا. لو حصل تعادل في النتائج هيبقى في مباراة نهائية فاصلة يوم الأربعاء إن شاء الله. لو حد حسن يبقى هيتوج بكره ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. نرجع تاني للملعب 70-55 كره مع النادي الاهلي، تدفع ضغط بطول الملعب من نادي الاتحاد السكندري. احمد محمد كريم لعلي، علي خطا ماشي بالكوره مظبوط، يعني هو الحكم استعجل فيها شويه لان هو عمل 1 2 يا جماعه ما فيهاش حاجه، هو عمل 1 2 وهو عمل الحكام يلا مش مشكله خلاص كده الحكم صفرها صح يبقى خلاص. هو اهو ماجد، ماجد بيقول له هو خد 1-2 ما فيهاش اي حاجه. الاهلي كمان بيلعب دفاع ضغط بطول الملعب 70-55. عمر محمد جابر، عمر محمد جابر بيلعب لوحده دلوقتي، خطا دبل دريبل، صفاره بصفاره من وجهه نظري دي صفاره بصفاره، بس برضه الحكم هو اللي صح. وفي خطا فني على الجهاز المعاون لنادي الاتحاد، رميه للنادي الاهلي وهترجع حيازه للنادي الاهلي تاني. الحكم عايز يسيطر مش عايز اي اعتراضات. برافو. مؤمن ما يجيبهاش. ترجع كل النادي الاهلي، مؤمن لاحمد، مودي، مودي محمود وليد، يا ولد يا ولد يا محمود يا وليد، ايه يا واد ده؟ جميله جميله جميله، دخل وعمل اسيست لعلي رائع، وعلي سجل كسب النتيجه 72-55 ويرجعوا تاني للجيم. فريق النادي الاهلي زياد طارق اتحاد، احمد حسام اتحاد، احمد حسام، احمد حسام بيحاول يخش، طلعها لعمر احمد، عمر بيشوط ميديم شوت قصيره، لكن احمد حسام بيلمها. برافو يا احمد حسام، وبيسجل 72-57. المباراه حلوت، المباراه حلوت، وفي فحم الفريقين. وادي الحكم بيحسب خطا مهاجم على محمود وليد، ماشي ماشي، فارق 15 نقطه، فاضل 6 دقائق، لسه بدري يا اولاد. زياد طارق، زياد وطه علي، ترجع لمحمد علي اتحاد، محمد علي يلمها، يلمها محمود وليد ويروح للباسكت. محمود يا ولد يا ولد، نجم المباراه محمود وليد، انا بالنسبه لي انا عايز لعيب نجم المباراه. 74-57 لصالح النادي الاهلي. محمد جابر، عمر محمد جابر، معلش بابا صديقنا المدرب محمد جابر هذا اللاعب الجامد. زياد طارق، زياد طارق يقطع حواليه محمود وليد. برافو يا واد يا محمود، معلش هارد لك،
روح عاليه جدا احمد حسام، لكن 24 ثانيه انا اعتقد ان دي مش مظبوط. 24 ثانيه ديت 74 57 لان النادي الاهلي خد الحيازه، فالمفروض لما تقطع الكوره تبقى الحيازه تاني النادي الاتحاد، لكن خلي الحكام هم يصفروا واحنا نعلق. ترجع الكوره للنادي الاهلي، هو هشام سعيد الجمايل بيقول للحكم خلاص، هو الحكم صفر يبقى الحيازه للنادي الاهلي. مؤمن طارق هيطلع الاوت لاحمد محمد نودي، مؤمن طارق هو اللي استلم الملعب ده صح يا جرحي. جرحي مدرب كبير عايز يتحكم في الملعب، وحشه بس جت. برافو يا مؤمن. 76 57 76 57 لصالح النادي الاهلي. احمد حسام اتحاد سكندري، احمد حسام بيحاول يخش. برافو يا احمد يا حسام، برافو يا احمد يا حسام. زي ما قلت لكم احمد حسام من اسره سلاويه، اخواته البنات الاثنين بيلعبوا في نادي سموحه وفي منتخب مصر، ريكو ومريم، وبابا صديقنا العزيز الدكتور حسام. خدت وقت عليه، خدت وقت عليه احمد، خدت وقت عليه. شوط رابع حره الاولى ما بيجيبهاش. 76 57 فاضل 4 دقايق و52 ثانيه على نهايه المباراه. احمد حسام رمى الحره الثانيه، برافو يا احمد. 58 76 58 56 76 مؤمن طارق، مؤمن بياخد سكرين دلوقتي بيلعبوا لعب سيف ما بيجيبهاش لما علي. ناخد وقتنا يا اولاد، ناخد وقتنا ما نستعجلش. ايوه كده، ايوه كده، لسه 10 ثواني نلعب. برافو عليكم مؤمن طارق. خيري كريم وليد ابو سريع حاول يخش ثانيتين ما بيجيبهاش، يلم احمد حسام الاتحاد السكندري. احمد حسام، احمد حسام، احمد حسام دافع عليه كريم. احمد بيحاول يوصل، برافو يا احمد، ما بيجيبهاش ولمها تاني. ندلع على عمر احمد، عمر احمد يحط الباسكت ويحصل على خطا من علي احمد برمية اضافيه. 76 60 ورمية اضافيه لعمر احمد، وفاضل 4 دقائق و6 ثواني. لسه بدري، لسه بدري، لازم ناخد الامور بجديه. رمية حره اضافيه لعمر احمد ما بيسجلش، لمها علي تطلع منه اوت سايد، اوت لنادي الاتحاد من تحت سله النادي الاهلي. عمر محمد جابر هيطلع الاوت، عمر محمد جابر لاحمد حسام لعمر احمد ميديم شوت ما بيجيبهاش، يلمها تاني ويلمها تاني بس خطا ماشي بالكوره صح. برافو يا حكم، الكوره ما طلعتش من ايديه. 76 60 اقل من 4 دقائق، 3 دقائق و50 ثانيه على نهايه المباراه. مؤمن طول الهجمه شويه، مؤمن طول الهجمه شويه، نطول الهجمه شويه ما نستعجلش، نطول الهجمه ماشي كويس. مؤمن طارق خيري ثلاثيه ما تجيش، يلمها علي توصل لعلي، وعلي احمد يسجل بعد ويرجع له الكوره سيف السعيد، يبقى 68 78 60 لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقترب من الفوز بالمباراه الاولى، وادي محمد جابر ما يجيبهاش، يلمها مؤمن طارق لكريم، يضيعها كريم وهو منفرد. عمر محمد جابر يطلعها لمحمد علي، اي كلام بس يحاول يلمها تاني، يلمها مؤمن طارق، مؤمن طارق، مؤمن طارق، مؤمن طارق، بيوصل بيحصل على خطا. مؤمن طارق خيري على رقم 7 احمد حسام، رميتين حرتين لطارق مؤمن طارق خيري، وباقي من الزمن 3 دقائق على نهايه المباراه. مؤمن بيهدي نفسه بيربط رباط،
بياخد وقته، بياخد نفسه. تلات دقايق لسه بدري، 78-60 لصالح النادي الاهلي. الاهلي كده هيبقى ان شاء الله ياخد اول نقطتين من نقاط المباريات العشر. مؤمن طارق خيري، ركز يا مؤمن، اهتم، ما بيجيبش رمي الحرة الاولى، رمي الحرة التانية لمؤمن طارق خيري، برضه بيسجلهاش. بس الولد كريم ده برضه رائع، خد وقتك يا مؤمن. احمد مودي، احمد محمد، احمد محمد بياخد سكرين من علي، برضه بيحسب مهاجم، حكم بيحسب خطا مهاجم على علي. الكره ترجع للاتحاد السكندري، 78-60 لصالح النادي الاهلي. خمسه فاول علي. لسه طيب علي، هو اللي خارج قبل ما الترفيزه تصفر خمسه فاول. بيخرج علي وينزل نور الدين طارق، 78-60. احمد حسام، لا ده زياد، لا احمد حسام، احمد بيشوطها ويجيبها تاني ويلمها ويعمل ريباوند ويحط الباسكت، 62-78. مؤمن طارق خيري بيأخر اللعب، برافو عليك، هو ده المطلوب. احمد محمد لنور الدين طارق، لسيف السعيد، لمؤمن، لكريم، لنور الدين طارق. نور تتع منه، فاضل دقيقتين وعشر ثواني على نهايه المباراه. زياد لعمر احمد لاحمد حسام، ما بيجيش. مؤمن طارق خيري، مؤمن طارق، هدي 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 هدي، نهدي الملعب كويس. احمد محمد بيهدي الملعب، مؤمن طارق خيري لنور، لسيف، لمودي، احمد محمد مودي، يا ما قرهاش منه نور الباص، باك باس ديت، هو تمام بيعمل باك باس الناحيه الثانيه، بتسجل. الفريقين بيزوروا مهاراتهم، دقيقه ونص، 78-62. مؤمن طارق خيري، مؤمن طارق خيري لنور، تتقطع من سيف. احمد عمر محمد جابر لما مؤمن، خد وقتك، فاضل دقيقه وعشر ثواني. الجرح بيقول لهم خد وقتكم للاخر، 78-64 لصالح النادي الاهلي. احمد محمد، كريم وليد ابو سريع، نور الدين طارق، احمد، ثلاثيه من بعيد، ما بتجيش، يعمل ريباوند نادي الاتحاد. محمد جابر بيهاجم، عمر محمد جابر بيهاجم بسرعه، لكن في فاول على كريم، 45 ثانيه على نهايه المباراه، 78-64 لصالح النادي الاهلي، رميتين لصالح نادي الاتحاد السكندري، رميتين لصالح عمر محمد جابر. زي ما قلت لكم دي المباراة الأولى في اليوم الأول لنهائي دوري المرتبط. أحمد الجرح بيريح لعيبته، نزل كريم حلمي، صانع ألعاب محمد جابر، عمر محمد جابر، عبد الله ما بيسجلش، 45 ثانية على نهاية المباراة. عمر محمد جابر بيشوف الرقم الثانية بيسجلها، 65-78، 44 ثانية، 44 ثانية، استعجل ليه؟ محمود وليد بيسجل، 80-65 لصالح النادي الأهلي، 30 ثانية، نقدر كده نقول مبروك للنادي الأهلي أول نقطتين في نهائي دوري المرتبط. أحمد الجرحي الجيم الأولاني عمل اللي عليه، وادي الهجمة داخلة بيلمها كريم حلمي، كريم حلمي
بيوقف الملعب بيأدي بيخلص بيستهلكوا الوقت 6 ثواني 5 ثواني نهاية المباراة. ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف ألف مبروك للجرحي وأولاده الحصول على أول نقطتين في نهاية دوري المرتبط. بكرة في مباراة تانية في المرتبط، لو خدها الجرحي هيبقى عمل إنجاز كبير إن هو الموسم بدون هزيمة. مؤمن طارق خيري بيسجل، مؤمن يرفع النتيجة ل 82-75 82-75 65 آسف 82-65 وخلاص 82-65 ينتهي به المباراة. ألف مبروك للنادي الأهلي، وإلى أن نلتقي في المباريات القادمة من دوري المرتبط ومباراة كرة السلة. أحييكم أعزائي مشاهدي ومشاهدات قناة النادي الأهلي، كان معكم معلقكم سيد صابر.